على أحوال الطقس مع موبيليس. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اضطراب جوي نشيد من التيارات شمالية شرقية يخص الآن كل المناطق الشمالية، لكنه سيكون أكثر نشاط نحو الولايات الشرقية. طبعا الولايات المعنية هي قلمة، سقهراس، الطارف، عنابس، كيكدا، جيجل، بجاية، ميلا، قسنطينة، أم البواقي، خنشلة، بات، نوت، بسا. الأمطار ستكون أكثر استمرارية وكميتها ستصل أو تتعدى محليا 40 ملم وتستمر إلى غاية ظهيرة يوم الغد بحول الله. وعليه إذا من خلال صور القمر الاصطناعي نلاحظ السحب التي هي عبارة عن هذا الاضطراب الجوي التي تخص دائما كل المناطق الشمالية، لكن بالخصوص نحو المناطق الشرقية وكذلك بسواحل الوسطى خلال هذه الليلة ستكون أكثر نشاط. بالنسبة ليوم الغد بحول الله، أجواء غائمة تماما، ستميز المناطق الشرقية مرفوقة بأمطار كما سبق الذكر تكون معتبرة محليا، غالبا غائمة على المناطق الوسطى أيضا مع أمطار أحيانا على شكل زخات رعدية. أما على المناطق الغربية ستكون غائمة، احتمال لبعض الأمطار تكون أقل غزارة مقارنة بالمناطق الوسطى والشرقية. الثلوج تبقى محتملة على كل القمم التي يتعدى علوها 1000 متر. بعض الأمطار أيضا تبقى غير مستبعدة مع أجواء غائمة نحو شمال الصحراء والواحات، ودائما سحب عابرة بمنطقة الصورة صفا تام على وسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم ستقارب درجتين تحت الصفر بباتنا والبيض، 3 درجة بقسنطينة، 1 درجة صفر بتيارت، 6 بكل من تيزي وزو العاصمة إلى غاية وهران، 10 درجات بعنبة، 5 بغرداية، 8 ببشار، 6 درجات بورقلة حسيم سعود، 10 بتمن راس وجنات، 15 بمدينة تندوف، وتصل إلى غاية 22 درجة ببرج باجي مختار وعين قزام. أما خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى إذن تبقى منخفضة، مقاييس ما بين 15 إلى 17 درجة نحو السواحل، 14 فقط بتيزي وزو، منخفضة بباتنا بالجلفة بتيارت حيث ستتراوح ما بين 7 إلى 9 درجات، 21 درجة بشمال الصحراء، 16 فقط بمدينة بسكرة، 27 درجة بإليزي وإنميناس، 33 درجة بتندوف، و 38 درجة ارتفاع محسوس نحو أقصى الجنوب ببرج باجي مختار وعين قزام. البحر خلال يوم الغد يكون مضطرب إلى هائج نحو السواحل الوسطى وكذلك الشرقية، وأيضا مضطرب نحو السواحل الغربية، لكن هنا الرياح ستكون معتدلة تشتد نحو السواحل الوسطى وخاصة الشرقية، تكون قوية تقارب 60 كيلومتر في الساعة وتشتد أكثر تحت وقع الرعود. طبعا الرؤية رديئة نتيجة لتساقط الأمطار. عن وقت شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة للفات من فصل الربيع، إذا الشروق بحول الله سيكون على الساعة 5 صباحا و52 دقيقة. ولأكثر تفاصيل عناوين مساحة الأرصاد الجوية في الخدمة. أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. قدمت لكم موبيليس الأحوال الجوية.